تعرف مين هي ناديا كومانشي وإيه هو إنجازها في الأولمبياد؟ ناديا كومانشي لاعبة جمباز رومانية، شاركت في أول أولمبياد ليها في مونتريال 76 وعمرها 14 سنة. مشاركة ناديا ما كانتش تاريخية بس عشان عمرها 14 سنة، بالعكس كان بسبب اللي حققته في البطولة. بعد ما قدمت ناديا استعراضها اللي كان مبهر، رفع كل حكم درجة 10 عشان تكون ناديا أول لاعبة في تاريخ الجمباز تاخد الدرجة النهائية من كل الحكام. ناديا أخدت طبعا الميدالية الذهبية عشان كمان تكون تاني أصغر لاعبة تاخد ذهبية في الأولمبياد. فضلت ناديا تلعب جمباز لحد سنة 1981، وفي 89 هربت من رومانيا وراحت أمريكا. بعد وصولها لأمريكا كشفت ناديا إنها تعرضت لاعتداءات وإهانات من النظام السابق في رومانيا، حتى مع كونها بطلة أولمبية بيتم تكريمها.